نقرب على بعض شوي. ممكن ابتسامة صغيرة استاذ؟ خالصين ان شاء الله، الف مبروك. الله يبارك فيك. ليش شوف الصور قبل ما تطبعيهم؟ بتعرفي يعني ايه تكرمي. هلا اذا بدكم بورجيكم ياهم، بس يعني بدهم شي 10 دقائق. لا انا لحالي بدي اشوفهم، معلش بكره بمر لعندك الصبح. طيب ماشي. انبسطتي؟ هاي تصورنا مثل الاكاذيب، تمام هيك؟ شو كلفنا العجقستنا؟ الحساب برا، بس اعطيهم هذا الوصل وهن بيعرفوا. امرك. وامتى فينا نمر ناخذهم؟ بكره، بس المساء اذا بتريد. ماشي، ناطرك برا على السريع، يعطيك العافيه. اهلين. شكرا كثير، بكره بالصبح بكون هون. خلص اوكي. عفوا، انتوا ليش ما تصورتوا بالعرس؟ يعني هونيك الصور تطلع طبيعية أكتر. ما بعرف هدول طلعوا شوي جامدين. على فكرة نحن منصور عراس وحفلات. بصراحة ما عملت عرس، قال حماتي كلفة ما لها طعمة، بس استأجرت هذا الفستان وأقنعته إنه نجي نتصور. هيك بعد كم سنة كل ما بشوف الصور بتخيل حالي إنه صار لي عرس ما صار لحدا. يلا شكرا كتير. شعب عايش بالمنامات.